أنا محمود جرود مدير الأفران في مدينة سراخب. طبعا مدينة سراخب تملك، نحن تابعين إداريا للمجلس المحلي في مدينة سراخب الذي يملك فرنان من إنتاج الخبز. هلأ الفرنان كان مستأجرين نحن صالتين لمكان بكلفة 3200 دولار سنويا. قمنا على نقل الفرن المسمى الفرن الغربي لمكان جديد، والحمد لله اقلع، وهلا صرنا شهرين في خط انتاج تمام الحمد لله رب العالمين. هلا نحن نقوم بنقل الفرن الشرقي الى مكان جانب صالي ثاني جنب الفرن الجديد، من اجل وضع الفرنين بآلي واحد من مولدي وانتاج ومحاسبي وامين مستودع، يكون انتاج خط واحد. يعني سوف تلتغي كلمه فرنين، يعني فرن واحد بخطين في مدينه سراخب. طبعا هذا كلفي كمان راح يكلفنا شيء 3000 دولار نقله وإعادة الصيانة، ونحن إن شاء الله من هون لنهاية الشهر بده يكون بالخدمة بإذن واحد أحد إن شاء الله تعالى. هلا كل خط عنا طاقة إنتاجية بحدود 4 طن طحين، يعني بمعدل شيء 3700-3800 ربطة يوميا. نحن اليوم عم نشتغل بنظام الورديتين، وردية مسائية تبدأ بالساعة 12 بالليل حتى الصبح، والوردية الثانية تعمل من الصباح حتى المساء من أجل تغطية الحاجات. سراخب فيها 63 تقريبا معتمد، منتشرة جغرافيا على كامل مدينة سراخب، حتى الأرياء الأراضي الزراعية مثل تل رمان، مثل الشيخ منصور، مثل الدوير، نقوم بتوصيلها إلى مادة الخبز للمواطنين.